تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، ادمن صفحه الاهلاويه على اليوتيوب، وادمن القناه اللي اتقفلت اللي وصلت لاربعين الف، وللاسف البوابين استطاعوا ان هم يقفلوها. هنبدا من جديد، هنبدا من اول السطر نقطة، ومن تحت الصفر كمان مش من الصفر. وبمجهودكم وبتعبكم وبوقوفكم جنبي هنرجع كبار زي ما كنا كبار. هنبدأ بأول فيديو لينا، محمد بيومي قلب الطاولة على مرتضى منصور وفضحه وقال عليه كلام في مكالمة مسربة. أنا المكالمة دي نزلتها على القناة القديمة، بس هنزلها لكم النهاردة تاني، وهنبدأ من أول وجديد مع بعض، وبتمنى دعمكم. أول حاجة، أنت كأهلاوي بتدعم أخوك هاني الشرقاوي بلايك للفيديو. أول حاجة تدخل تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن النادي الأهلي. وطبعا ما تنساش تعمل مشاركة للفيديو بتاعنا ده على الفيسبوك عندك، علشان كل الأهلاوية تدخل وتتفرج على الفيديو، وبالتالي توسع دائرة الاشتراكات بتاعة اخواتنا الاهلاوية. هندخل سريعا في محمد بيومي قال ايه على البسكليتة، قال ايه على الصفيحة، قال ايه على مرتضى لما اداله صابونة وراح سحب الملف بتاع نادي القرن والفنكوش اللي قاله. هنشوف محمد بيومي قال ايه، وبشكركم شكرا جزيلا، وسلام عليكم. نسمع محمد بيومي. الو، ايوه محمد، ده حضرتك. الله يبارك فيك. كنا بس عايزين ناخد راي حضرتك في القرار المفاجئ اللي اعلنته النهارده الصبح بتاع الانسحاب من ملف نادي القرن. ده من اسبوعين يا ريس، بس ده اعلنت النهارده رسمي. انا من اسبوعين تركت الموضوع، وهو راجل قاعد يهرتل ويقول لك محمد سويسري ومحامي مش عارف ايه، بعد ما عملت الملف وجهزت كل حاجه وبعت راح اتحاد الكوره، راح سحبه اتحاد الكوره تاني. ما تفهمش، هو واحنا متفقين وقاعدين ومحدش يتدخل، ده كان شرط يعني ان محدش يتدخل. يعني انت شرط ان انتوا قاعدين خلاص، انت هتعمل الملف وجاي كل حاجه ومحدش يتدخل بقى في الشغل في شغلك. انا قلت له بالحرف الواحد، انا ما بعرفش عشان تجيب لي حد يسند عليه. بالظبط، وانت مش محتاج اصلا حد معاك مساعد. انا اي قضيه في الدنيا دي مسكها شخص واحد له سياسته وله فكره وهو فاهم بيعمل ايه. وانا القضيه دي اول ما سلمت الملف يا غادر طبيعي، غدر طبيعي، ده شخص لا عهد له ولا مصداق يعني. انت راجل جهزت الملف كله كامل وبعتوه اتحاد الكوره، هو راح سحبه من هناك تاني من اتحاد الكوره بعد ما قدمتوه. طب ايه سحبه ليه يعني؟ هو مش عايز يقدم يعني؟ عامل الفيلم ده ما اعرفش، بس انت راجل جهزت الملف كله كامل بالورق بالمستندات بكل حاجه، وترجمنا وتوقع واتخطب وراح. خلاص زي مثل ما يقول لك عشان يرجع يقدمه بعد شويه، يقول لك انا اللي عامله او جات له تعليمات يقفل الملف. مش فاهم الموضوع. ما فيش حاجه واضحه يعني في القصه، ليه سحب الملف ولا بتاع؟ انا ما تواصلتش مع اي حد بعديها، انا اذا دخلت هتدخلت بعد ثانيه واحده اكون منسحب. اتدخل انسحب، ما اتكلمش معاك تاني هو من ساعتها. انا ما اتكلمت ولا هم اتكلموا، ولا هم اتكلموا ولا سالوا ولا قالوا اي حاجه ولا ما تفهمش بقى. هو مش جاد، هم ما اعرفش. هو طلع اتكلم معانا في الفتره اللي فاتت دي ولا ما اتكلمش؟ لا ما اتكلمش خالص، ما اتكلمش. طب وايه اللي يخليه يعني يروح يجيب محامين من ايطاليا ومن البرتغال وبتاع؟ ايه علاقتهم بالحاجات ده كله؟ هجص يا بيه، ولا محامين من ايطاليا ولا البرتغال، ده كلام كله هجص. بيجلس بيقول كلام كده وخلاص للناس.
كلام كله عادي. بس ان هو برضه يا ريس ان هو مش يعني مفيش جديه في الموضوع انه عامل الشو مثلا عشان الجمهور وبتاع وخلاص. يعني انت لاحظت كده وانتم موجودين في الاجتماعات ولا كان في فعلا في جديه وفي شغل بيتعمل؟ اولا نادي الزمالك ما ادانيش حرف، ما ادانيش كلمه، ما ادانيش ورقه. يعني انت قاعد كمان كل حاجه انا اللي عاملها وانا اللي جايب كل المستوى. امال اللعبه اللي شكلها واحمد جلال ابراهيم واحمد مرتضى وفهد الغندور وده بيتكلم احمد جلال ابراهيم بعد ما خلصت الملف قاعد قرا الملف كله ومقصني فيه حرف حرف. احمد جلال واحمد ادمن واحمد مرتضى. احمد جلال واحمد مرتضى انا اشوف في الملف يا عم بعد ما انت خلصت وجهزت تمام وقالوا لك كده. اربع ساعات يناقشوك في الملف وقالوا لك الدنيا تمام وبتاع وانا اقدم لاتحاد الكوره. قلت لهم حد عنده اي حاجه كل ما يسالونا اي حاجه لو موجوده خلاص. وطبعا المهم يعني نترجم وقف على يا مالك اتحاد الكوره بعد ما اتفعل رجع سحبه تاني. اللي بيحصل انا ما اعرفش. هو راجل ما عاد له ولا نصاب وراجل مريض 50 خلاص هو حر. طب شوف هيعمل ايه مع الجماهير الجديده. لا مش حاسس انك انت رايز يعني انت حاسس انك انت زعلان انك انت يعني قيمه كبيره زيك كده وبتاع ودخلت في القصه دي وفي الاخر فوجئت انه يعني بتتعامل مع ناس يعني ما لهمش كلمه وبتاع على حد وكده كده. حاسس انك انت زعلان يعني على القصه. طبعا زعلان لان انا تعبت. هو غبي. هو فاكر ان هو خد مني كل حاجه. انا كنت متوقع الغدر منه طبعا. كويس. فهو اللي خدوا مني 40% يعني انا اصلا في القضايا دي خصمي او اللي قدامي ما بيبقاش عارف الخطوه الجايه بتاعتي ايه. ما بكسبش ورقي كله مره واحده. فهو لا هيعرف يعمل حاجه وهنيام بينا. هو قال لك خلاص انت بقى جهزت الملف وجهزت حالك فكده الدنيا خلصت تاخد انا بقى واقدم انا واعمل انا الشغل كله وبتاع وانت بعيد عن القصه. لكن ما يعرفش الخطوات اللي جايه ايه. ما هو اكيد انت يعني ما اديتهمش كل حاجه. ايوه الله ينور عليك بالظبط كده. هو دلوقتي مش قال انا محامي فرنسا ومحامي اجنبي ومحامي ايطالي وبرتغالي. محامي ايطالي ومحامي برتغالي ومحامي مش عارف سوري. مش هو قال الكلام ده؟ طب اجينا في الانتظار. افلح ان شاء الله. حاسس انك يعني جمهور الاهلي زعل منك الفترة اللي فاتت وبتاع والقصة يعني لو حبيت تقول لهم. انا اهلاوي يا بيه. يا بيه انا اهلاوي. ولكن هذه قضية الحق. انا مع الحق. خلاص. لما ابني بيغلط بقول له انت غلطان. لما ابويا بيغلط بقول له انت غلطان. الحق الحق. الاهلي مش نادي القرن. انت تعرف ان هو كده خدم الاهلي اكبر خدمة؟ ليه بقى؟ الاهلي كده رسميا هو نادي القرن. انك انت كنت هتقدم وتعمل وبتاع ولا قدمت ولا عملت فخلاص صار الموضوع من انت عمال دايس في كل حته تقول محمد بيومي واخد مني 5000 جنيه. ما تروحش تشتكي. لا محمد بيومي واخد مني 5000 جنيه. يا عم ما تروحش ما اشتكتنيش. يبقى انت بتقول اي كلام. صح يبقى انت بتهدف عنا. صح انت ليك عندي فلوس. اتفضل خد اجراءاتك الرسميه. اشتكيني. بس انت عمال تقول بس كلام وما خدتش اي اكشن. بمناسبه الفلوس حضرتك بس عشان نوضح للناس يعني هل حضرتك خدت فلوس في القصه دي ولا كله كان قلت له انا مش جاي اخد فلوس وكنت بشتغل قضيه مجانا. خلاص هو كان يتمنى ان انا اخد فلوس. لكن انت القصه كلها ما كان ما خدتش جنيه منه من ساعه ما بدات القصه حتى الان يعني خالص. أنا حاجة عشان نوضح بس الأمور للناس عشان الناس تبقى عندها حكايات. كمان الزيادة إن أنا كنت بشتغل القضية دي مجانا. أنت مش جاي عشان آخد منك فلوس. عرفت من القضية. قضية بالنسبة لي قضية مهمة. وأنا عارف إن شاء الله هكسبها إزاي. خلاص. قلت له أنا مش هاخد فلوس. بأمانة يا ريس ندمان على الخطوة دي. لا أبدا.
اللي حصل معاك يعني في الاخر وبتاع، وانه سحب الملف تاني يا بيه. انا مريت بالموقف ده اكتر من مره في قضايا هنا في مصر. القضيه تبقى مرميه في النادي بسنتين ثلاثه خلاص، ويكلموني ادخل وابدا اشتغل وقدم شغل، ابص الاقي 20 متطفل داخلين. طب انتوا كنتوا فين؟ قضينا الرياضه بقى سنتين ثلاثه. اما ده متدخل ياخدوا الشغل اللي انا عامله ويقعدوا يتفلسفوا. لذلك انا اشترطت على الشر الاول، قلت له ما حدش يتدخل، لان انا عارف ده حصل معايا اكتر من مره. يعني كان في حاجة تانية بقى الصبح حضرتك كنت اتكلمت فيها، اللي هو موضوع رمضان صبحي، وانه ضيع الدوري على الزمالك وبتاع، عشان خاطر الموضوع بتاع فريق هيدرسفيلد ده، ولا الدوري اللي فات؟ ده السنة اللي فاتت الكلام ده كان في وقت كانت مشاركته غلط، بس الموضوع انتهى، لان في الحالات اللي زي كده لازم النادي المتضرر يقدم احتجاز في خلال 48 ساعة من نهاية المباراة، وبعدين يعقوبوا بقى المذكره القانونيه والامور دي. ساعتها انا قلت، بس ما حدش خد اي اكشن. يعني كده القرار ضيع الدوري اللي فات على الزمالك، انه ما قدمش حاجه ضد رمضان. وقلت اياميها وقلت الكلام ده، وما كانش اي اجراء معاه ساعتها. والدليل السنه دي خايفين يشاركوه. ما لسه سامع محمود امبارح قال ان احنا مستنيين جوله رسميه من هيدر سوليد عشان يشارك معانا يوم الاحد. بالظبط. مش ورقه رسميه، تجديد الاعاره. تجديد الاعاره او ان هم النادي سامح للاعب ان هو يكمل الموسم مع لا، مفيش حاجه اسمها سامح. لازم يجدد الاعاره. لازم او تمديد. تجديد او تمديد. طب والقرار اللي كان الفيفا طلعه ان العقود ممتده وبتاع عشان خاطر ازمه الكورونا. ايوه قرار صحيح، بس بموافقه كل الاطراف. موافقه كل الاطراف، اللاعب والناديين. مش من طرف واحد. ايوه سامح ليه؟ عشان نافذه الانتقالات، عشان ترانسفير ماتش سيستم يسمح بهذا التمديد، لان يعني الفيفا بيسيطر على الموضوع ده دلوقتي. بالظبط. لكن مرتضى ما اتكلمش معاك في القصه دي لما انت اتكلمت فيها السنه اللي فاتت، ما اتكلمش معاك فيها ولا تواصل معاك ولا خد رايك ولا اي حاجه. خالص. راجل او انطلي خزان، ما تصدقوش يعني لا تثق بيه. ماشي يا استاذ، بس احنا قلنا بس نكلمك يعني نوضح بس الامور للناس، عشان في ايه امور كتيره يعني هي غايبه عن الناس، فنبقى وضحنا كل القصه كده. هكتب الحاجات دي وابعت لك اللينك على الواتس. ماشي يا استاذ.